مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى بطلب عدد كبير من المغاربة في الموضوع اللي كنا تناولناه ديال أسماء اللي كانت توفات في الأردن وهي كتعيش في بلجيكا والزوج ديالها أردني. حاولنا ما أمكن أننا نشوف القصة من جميع الجوانب وكذلك الاستماع للطرف الأول اللي هو الأخوات ديالها في المغرب، والطرف الثاني اللي هو الزوج ديال المرحومة أسماء اللي أردني تناول معنا القصة ووضع لنا فيديو وهو في بلجيكا. مشاهدينا الكرام، مجموعة من النقط في الموضوع مستجدات جديدة بانت غادي نشوفوها مع الأخت ليلى. تبعوا معايا ليلى، عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال الصندوق اللي دخل نواحي جديدة لموضوع النقاش. تناولنا القصة مع الأستاذة زين خيار، تناولناها مع الأخوات ديال المرحومة والأم ديالها تاهي، وفي الأخير سمعنا الطرف الثاني اللي عطانا فيديو وعطانا وثائق وضعناهم للرأي العام. نعم، باش نثبتوا المصداقية في الموضوع. الرأي والرأي الآخر، انتم ما عندكم مستجدات جديدة في الموضوع، نوري لنا الرأي العام. نعم، أهلا وسهلا، شكرا على تتبع هذا الملف الشيق اللي كيخص أسماء اللي ساكنة في بلجيكا، واللي حنا دابا لحد الآن ما كنعتبروهاش ميتة، ولو أن واحد الوثائق كاينين اللي حنا طالعين فيهم، لأن حنايا كنخضعوا للقانون المغربي، وعندنا المغرب عنده السيادة وعنده استقلالية ديالو وعنده قوانين ديالو. فحنا بالنسبة لنا سيدة أسماء ليست من عداد الأموات، مازال من عداد المفقودين. علاش؟ لأنه باقي ما كاين لا شهادة الدفن، باقي كاين البحث غادي يكون جاري، لان استاذه خيار مشكوره حطات واحد الشكايه باش نشوفوا هذا الشيء كيفاش وقع، لان ما يمكنش واحد تسجيل دفنه بلا الاذن ديال السلطات، بلا امر ديال الوكيل الملك، بلا ما يصدر حتى شي قرار من حتى شي جهه رسميه. اذا هذا الشيء حنا بقات عندنا فيه اللبس. شنو اللي درنا؟ كان خاصنا ضروري اننا نوجهوا واحد التواصل ديالنا يكون مع محامون في بلجيكا. علاش؟ لان بما انهم عندهم الوثائق البلجيكيه وان الواقعه وقعت انطلاقا من بلجيكا، ماشي انطلاقا من شي مكان اخر، من بلجيكا، يعني السيده خرجت من بلجيكا هي والابناء ديالها. اذا غادي نشوفوا مع ديزافوكا محامون كاينين في بلجيكا وبالتنسيق مع الدفاع ديالهم استاذه خيار اللي كاين هنا. فعلا تواصلنا مع كابيني بنوا، راه مشكور في بلجيكا، وطلب منا اننا نعطيوه الاسماء ديال الناس اللي غادي يرفعوا الشكايه، لان ضروري خص واحد الشكايه باش كتحرك المسطره في العالم كامل. بغيتي تعاونك شي قانون ولا شي دوله، خاصك ضروري دير شكايه. اذا الاباء ديال السيده اسماء هنا اللي في المغرب ما دايرينش شكايه في بلجيكا، دايرين شكايه في المغرب، لكن خصهم باش السلطات البلجيكيه تتحرك وباش يشوفوا هاد الاجراءات والحيثيات ويخرجوا ديزانسبكتور ويديروا البحث ديالهم، خاص ضروري الاباء يوجهوا الشكايه تما. فنسقنا مع هاد الكابيني دافوكا بنوا، مشكورين من هذا المنبر هذا، جو لي ريميرسي، واتصلنا بالايميل وطلبوا منا غادي نديروا له النسخه ديال مترجمه من الشكايه اللي دار السيده الاستاذه خيار مشكوره، وهما غادي يرفعوا الشكايه باسم الوالدين اللي غادي يمشيوا باش ياكدوها، باش عاد كيخرج البحث وباش عاد كيمكن لها تكون امام المحاكم البلجيكيه. حنا غنتابعوا، غنمشيو نكملوا القضيه ديالنا امام المحاكم البلجيكيه. المستجد اللي كاين هو مؤخرا ان الاب سلم الابناء ديالو لواحد الخاله ديالهم باش تشوفهم، حيت كان مانع عليهم انهم يشوفهم ولا يهضروا معاهم ولا شي حاجه، باش تشوفهم وباش يجلسوا معاها. وهذا الشيء اتصلوا بينا قالوا لنا راه صافي راه هما جالسين معاها. فاحنا يقترحنا عليهم يعرضوهم على اخصائيين في يعني السوسيال في الاجتماعيين وعلى اخصائيين نفسيين باش يشوفوا هاد البنات كيفاش الحاله النفسيه ديالهم، واش مطمرين، واش هادي جراء هاد الواقع هادي اللي دابا مازال لحد الان ما فيهاش واحد اليقين، لان باش نقولوا توفى الواحد راه خاصنا لابد اليقين، لحد الان ما عندنا والو. فيما يخص الزوج ديالها اللي هو الاردني، واش ما كتشوفيش انه هذا اجراء ايجابي داروا انه صيفطهم وصلهم للخاله ديالهم باش يشوف الوليدات باش تبقى صله الرحيم؟ يعني كما كان الحال هذا شق ايجابي داروا انه باش تبقى صله الرحيم، كيفاش رايك انت؟ انا رايي انه ماشي اجراء ايجابي، لان كان يمكن له يديروا قبل، غير حيت ملي شاف شويه ديال الضغط عليه وبان فعلا حطينا الشكايات وبان الاهل ديالها هنايا ديال الزوجه ديالو غادي يتحركوا والسلطات البلجيكيه غادي تتحرك، باش عاد هو دار هذا الاجراء هذا وعاد سلمهم انهم يشوفوهم. وكان من المفروض انهم في العطله ولا في العيد يجيو حتى للمغرب، لماذا؟ لا، لان عندهم جدهم جداتهم، اذا عندهم احبابهم ديال الام ديالهم، فهو عنده واحد التحفظ ديال كي خايف لانهم يقولوا شي حاجه ولا يبوحوا
واش يصير واش حاجه، ولكن الاخصائيين الاجتماعيين هناك راه كيعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الاطفال، واكيد انهم هما غادي يحاولوا ينقذوهم من هذه الوضعيه هذه، ان صعيب عليهم الحال انهم ما يعرفوش واش مهم ميته واش حيه واش مدفونه واش مسروقه واش بحال جميع بحال الراي العام الان اللي مازال ما عرفش ما هو مصير السيده اسماء اللي اختفت من مورا واحد الرحله اللي كيقولوا رحله، حيت حنا ما عندناش اثبات انها خرجت من الديار خرجت ماشي داكشي اللي غادي يديروا دي زونكيتور ديال برا، وهذوك لي زونكيتور ديال بلجيكا راه ما كيتفلاوش، كيمكن لهم يبقاو في شي دوله حتى 5 سنين حتى 6 الى باش يجيبوا الحقيقه، ان ما كيبغيوش شي حد يتلاعب بالقوانين، وحتى في المغرب كذلك حنايا راه كنطبقوا القانون. ولكن هنا استاذ بعض الوثائق اللي كنسلم هو من الاردن، انا الحادثه وقعت في الاردن وعطى عطى مجموعه من الوثائق وكذلك الورقه السفاره وكيف جات مطار محمد الخامس وكانت التاشيره ديال الدرك الملكي للنواصر، وهذا يعني هذا الاجراء دار حنايا طاعنين في هذا الشيء، لانه حنا خصنا يخرج داك الشيء رسمي، ماشي شي دوله واحده اخرى اللي تامرنا ولا تقولنا راه جواز المرور من الازقه ديالنا ولا شوارع ديالنا، حنا هذيك الاجراءات عارفينها، عارفين بان السلطات المغربيه هي اللي تتعطي، هي اللي تعطيك حق الدفن، هو دابا ما جابناش الاذن بالدفن، واش غيجيب لنا الاذن الدفن من الاردن؟ ولا غادي يجيب لنا مثلا الصندوق خرج من المطار محمد الخامس بلا ما يكون عندنا واحد لي ريفيرونس معلومات واحد يعني محدد، داكشي راه كيكون مسجل في سجلات، هذاك الشيء كله غنقدموه امام السيد وكيل العام، لان ما يمكنلاش واحد يقول لنا لا انا درت ودرت غير بالفم، راه حنايا غادي تخرج الخبرات، يخرج مطار محمد الخامس عنده الكاميرا ديالو واش فعلا هبطات من المطار دازت في لي غيون، راه خاصك تدوز في واحد الاشعه هذاك الصندوق ودوز من الجماريك وتعاود تعبر الحموله. انتما باش عرفتوا بلي هادشي ما دارش وصل؟ لا ما دارش، لان لقينا اوامر جايه من دوله واحده اخرى، واش حنا دوله كتحكم فينا؟ ملي وضعنا الفيديو عدد كبير من الجاليه المغربيه ربطوا بنا الاتصال وشافوا الجزء الاول والثاني وشافوا الحيتيات القضيه حتى في الوثائق اللي تسلمنا من عند الاردني، والكل يجزم على انه هذا هو الاجراء اللي كيدار بين الدول الاوروبيه في الدفن مع البلدان العربيه، يعني نفس الطريقه، ورقه السفاره كتكون كتحدد فيها المكان والزمان والمقبره وهذا، يعني اغلبيه الناس كيأيدوا هذه الطريقه، كيبقى لكم الشق انتم في الاطار القانوني كيفاش كتشوفوه؟ تفضلي. لا حنايا كنطعنوا، واخا هما اللي قالوا يحددوا اللي يديروا اللي بغاو، حنا كنطعنوا لان كانت واحد الاجراءات فيها اخلالات، كيف يعقل انه ما يجيوش السلطات في الدفن وما نشوفوش شكون اللي كيتدفن تماكي؟ كيفاش فينا هو امر السيد وكيل الملك؟ واش حنا غيعطينا شي واحد من دوله واحده اخرى ويقول لنا نامروا بدفني فين؟ وعلاش بالضبط هذيك المقبره؟ حيت هذيك المقبره فيها شي ديال السيبه، ما كاين فيها لا جلا دراكي، ما جلا قدم لا قايد لا حتى شي حاجه، شنو هذا الشيء؟ راه ما عندناش هذا الشيء، راه واخا يقولوا لنا حنا هذيك الوثائق هي اللي كتكون حنا غندققوا، لان حنايا شاكين في هذه الاجراءات هذه، وما كايناش بحال هذا النوع ديال الاجراء كدار، ما غتبقاش كدار، راه ماشي يختار ليا هو من واحد البلاد ديالو واحد المقبره اللي عارفها كانت فايت واحد الجده ديالهم تدفنات، وعلى اساس ما جا حتى شي سلطات وحتى شي حاجه، راه حنا ماشي في عهد ديال زمان، حنا راه في 2022 وحنا كنا في 2018 خصنا نعرفوا هذا الشيء واش حقيقي ماشي حقيقي، وطالبين باستخراج الصندوق، هما كانوا بقاو كيقولوا لنا حرام عليكم الجثه، حرمه الجثه راه على الجميع، ولكن راه اللي خايب هي تكون ما عارفتها شي حقيقه، فالجثه اذا كانت توفت راه توفت، ما عندنا ما ندري لو غنرجعوا الجسد ما رجعوش، ولكن الا خرجت الجثه ودرنا لا دي ان وديكشي عرفنا كيفاش ماتت كيفاش واش مقتوله واش هادي، حيت كاين لي ميدسان ليجيست، كيف يعقل غتدفن بلا تشري بالطبيب الشرعي بلا ما يعطيك هو قرار باش ماتت؟ ما يمكنش، واخا يكونوا داروا هذوك الاجراءات وما اعتبروهم حنا كنطبقوا القانون. السؤال الاخير اللي عندي معك استاذ هو الابحاث في الشكايه اللي وضعته السيد الوكيل العام، يعني هل من جديد في الموضوع؟ الابحاث كتكون عندها واحد السريه، ضروري ان السيد وكيل العام مشكورا غادي يكون نصب واحد الفرقه اللي غادي تكون مشات كتبحث وغادي تبحث على هذا الشيء واش كاين بصح شي كاميرات ديال المطار محمد الخامس، واش هذا الصندوق جا من المطار ولا جا عن طريق البوسطه ولا عن طريق السفاره ولا عن طريق اي حاجه، لان حنا راه عندنا الوسائل الدبلوماسيه ديالنا كل واحد عنده الخاتم ديالو كل واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو، فالابحاث كتكون عندها واحد السريه، اللي كاين دابا هو انهم الاهل ديالها خاصهم ياكدوا شكايتهم ملي غيعيطوا لهم وغيبحثوا معاهم وغيديروا معاهم محاضر يتاكدوا انهم كيتشبتوا بالشكايه ديالهم ضد هذا الشخص هذا اللي ما عطاهمش واحد الحقيقه باينه وبقات فيها واحد الغموض. كنتمنوا لكم التوفيق ولكم هذا حقكم في طبيعه الحال في هذا الملف باش توصلوا الحقيقه اكثر. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا حيثيات القضيه من الاول انه اسماء توفات الاخوات ديالها، طرحوا علامة استفهام الطريقة باش وصل الصندوق النواحي الجديدة من أجل الدفن، كانت الظرفية الوباء من بعد مدة بطبيعة الحال
ربطوا الاتصال استاذه ليلى وكذلك الاستاذه زينب من اجل البحث لتبين الحقيقه اكثر في الموضوع. في خضم الموضوع وضعنا الفيديو الاول مع العائله من جميع الجوانب، سواء في الاجراءات كيفاش تمات وكذلك التفشيق النفسي اللي كتمر منه العائله. اخر المطاف ربط بين الاتصال الاردني، وهذا بطبيعه الحال له الحق، انه له حق في التعقيب. وضعنا الفيديو ديالو اللي شرح ملابسات القضيه، ومدنا كذلك بوثائق اللي ناقشناه مع الاستاذه ليلى والاستاذه زين في الموضوع. مشاهدينا الكرام، هذا الموضوع حاليا لازال في التتبع ديالو في خطوات على مستوى محامون في بلجيكا، وكذلك في الابحاث اللي بطبيعه الحال تيامر بها السيد الوكيل العام باش توصل الحقيقة أكثر. مشاهدينا الكرام، يبقى الحال على ما هو عليه، والأبحاث هي سيدة القرار في الأخير اللي غادي تمد بها بطبيعة الحال النيابة العامة والقضاء وصاحب القرار. نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.